بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. كواليس مشهد يجمع آيرام هالفاجي أغلو مع شوكرو أوزيلدز أثناء تصويرهم مشهد في مسلسل التوت الأسود، والذي يعرض كل يوم اثنين على قناة ATV التركية، واليوم ستعرض الحلقة الثانية من المسلسل. أما الحلقة الأولى التي عرضت في الأسبوع الماضي فلم تحصل على نسب مشاهدة مرضية، فحصلت في التوتال على درجة 92، وحصلت في الأي بي على 32، وفي الاي بي سي 1 على 3.29، وهذه النسبة تعتبر غير جيدة، وإذا لم ترتفع سيتوقف المسلسل، خصوصا أن اليوم تعرض الحلقة 20، أي الحلقة الأولى من الجزء الثاني من مسلسل البراعم الحمراء، فالمنافسة ستكون صعبة وقوية. والآن اخبروني، هل شاهدتم مسلسل التوت الأسود أم لا؟ وهل أعجبكم؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بالفيديو القادم.